السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. عواشر مباركة، عيد مبارك سعيد على الجميع، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة إن شاء الله. المهم غادي نتكلموا في المسألة ديال هذا البونص ديال 1000 أورو، تكلمنا فيه عدة مرات ولكن مازال بعض النقط ما واضحاش فيه، لذلك قررت أنني ندير الحلقة هذه وكذلك باش نجاوب على دوك الناس اللي تقول لك خويا بزاف تهضر على البونص، بزاف ديال البونص، ما شفنا لا بونص لا والو. بطبيعة الحال ما يمكنش اي واحد يستافد من واحد البونص، لانه اي بونص واي دعم تديرو الدوله بطبيعه الحال كاين واحد الشروط باش انك تستافد منه، مش اي واحد ممكن يستافد، كاين واحد الشروط كاين مسائل ديال الايزي، المهم كاين عده شروط يشترطوا على اي بونص باش الانسان انه يستافد من اي بونص كما كان. بطبيعه الحال تكلموا حتى المساله ديال سوره المساله ديال كوكو كو اشنو هي تتعني هذيك الناس اللي داخلين في هذا الاطار ديال كوكو كو حتى هي غادي نفسروا المساله هذه. الناس اللي تستافدوا من 600 اورو اللي كانوا تستافدوا من 600 اورو باش يستافدوا من 1000 اورو بطبيعه الحال خصهم يعاودوا يديروا طلب جديد. الناس ديال بارتيسيبا، الناس اللي اوتونومي البروفيسيونيست الحرفيين ضروري انهم يعاودوا يديروا طلب باش يستافدوا من هذا البونص ديال 1000 اورو، بخلاف يعني المره كنا قلنا المره اللي فاتت هذاك البونص العادي اللي تياخذوا 16 ناري كانوا قالوا يعني بدون يعني ان الانسان يعاود يدير يعني طلب، ولكن هذا 1000 اورو هذا البونص ديال 1000 اورو اللي خرج في هذا الديكريتو ريلانشو اللي خرجت به الحكومه حاليا دابا اللي خاص بهذا الشهر هذا ديال الماجو، ضروري ان الانسان يعاود يدير يعني طلب. مهم في هذه الحلقه غادي نشرحوا الناس اللي غادي يستافدوا منه والناس كذلك اللي ما غاديش يستافدوا منه، ولو انهم يعني بارتيسيبا ولو اوتونومي ولو حرفيين ما غاديش يقدروا يستافدوا منه. بعد الفاصل ونواصل. كما هو واضح ان اخوتي كما تشوفوا بونوس اوتونومي 1000 اورو لي ريكويزيت، راه اي طالب راه ما يمكنش اي انسان يسمع بونص 1000 اورو بونص 100 اورو بونص كذا الناس ديال بارتيتا ايفا ولا ستاجونالي، يعني صافي غير يسمع المساله هذه يكون هو عنده بارتيتا ايفا ويقول صافي يعني راه غادي ممكن انني نستافد. راه اي بينيفيتشاري ديال هاد ليدينتيتا دي، اي مستفيد اللي غادي يستافد من هاد ليدينتيتا ديال هاد بونص ديال هاد 1000 اورو اللي غيكون في هاد الشهر هذا ديال مارجو. بطبيعه الحال راه خصو يكون يعني تتوفر على بعض الشروط اللي غادي تخليه تسمح ليه انه يعني يستافد من هاد البونص هذا كما هو واضح هنايا كما تشوفوا. المهم البونص راه هو كما تشوفوا سبيتا بروفيسيونيستي لابوراتوري اوتونومي كون بارتيتا ايفا ان غرادو دي موستراري لا بيرديتا دي فاتوراتو المينو ديال 30 بيرشيتو. ضروري يعني تقولوا انه الناس حرفيين، الناس عندهم بارتيتا ايفا تيشتغلوا يعني الاعمال الحره ديالهم وعندهم بارتيتا ايفا، ضروري خصك يعني تجيب اثبات على انك يعني فقدتي مثلا المداخيل في بواحد 33% فقدتي المداخيل اللي كانت عندك يعني في العام الفائت ديال 2019. حنا دابا في 2020 يعني في هذا الشهر سيرتو كما مكتوبه هنايا يعني في هذا الشهر ديال اللي خاص بمارسو وابريل ديال العام اللي فات ديال 2019، يعني غادي تجيب لا بيرديتا، تكون عندك لا بيرديتا يعني انخفاض ديال الارباح بواحد 33% في هذا الشهر ديال 2020 ديال مارسو وابريلي، وديمونستريه يعني بالمداخيل ديال 2019 باش نعرفوا فعلا يعني راك تعرضتي لواحد يعني لواحد الخساره في الارباح. يعني هذا الشيء اللي خاص بالناس اللي بروفيسيونيستي ولابوراتوري اوتونومي، يعني الناس اللي عندهم اعمال حره عندهم بارتيتا ايفا كما واضح لنا. وكذلك البونص غادي يمشي للناس ديال الكولابوراتوري كو 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 اللي غادي نفسروها حتى هي كما تشوفوا هنا البونص بيتا سي انو كونكلوزو الرابورت ديال لابورو على داتا دي انتراتا ان فيغوري دي نوفو ديكريتو. المهم تا هما بطبيعه الحال ما يمكنش يستافدوا الا كان يعني الكونترات والرابورت يعني وقفوا في لا داتا ديال اللي دخل فاش دخل فيها يعني هذا القانون هذا ديال 19 مارسو يعني في الحدود ديال هذه الداتا هذه. و سي انتيندي الكونتراتو دي كولابوراسيون كورديناتا اي كونتينياتيف، وهي المساله ديال كو 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 تعنيو بها
الثاني وبها يعني يعني عقد ديال التعاون المنسق والمستمر المستخدم على تطور سيرتو في هادشي ديال البحث العلمي الطبي تعنيو به تقريبا هاد المسائل هادي ديال التعاون الناس اللي داخلين يعني في هادشي ديال التعاون كولابوراتوري في هادشي ديال التعاون المنسق والمستمر يعني اللي داخل في المجال ديال البحث العلمي الطبي. هنا هادي هي المسألة ديال كو يعني بلا باش ما نقولوش مثلا داك التعاون المنسق المستمر اختصروها في الكلمة ديال كو كما تشوفوا يعني كولابوراسيوني كورديناتا اي كونتينياتيفا هذا هو المعنى ديالها. قلنا كذلك غادي نشوفوا البونوس ديال 1000 اورو كي اسكلوزو يعني شكون اللي تقصى من هاد البونوس هذا غادي نشوفوا الناس ما شكون هما اللي تقصاو يعني من هاد البونوس ديال 1000 اورو راه ماشي كلشي كما قلت لكم يعني اللي يعني عنده بارشي ايفا او خدام يعني اعمال حره حرفيين يعني ممكن انه يستافدوا يعني راهم دايرين شروط. لذلك الناس بزاف ما فاهمينش هاد المساله هادي تيقول لي اخويا هضرت على البونوس حنا ما مستافدين حتى شي بونوس. بطبيعه الحال ما يمكنش تستافد كما قلنا الا ما موفرش فيك الشروط. ضروري من شروط خاصها توفر في اي واحد يعني باش يستافد من هاد البونوس ديال 1000 اورو وداخلين فيها الناس كما قلت لكم يعني اللي استافدوا لازال بارتي ايفل كانوا استافدوا كذلك حتى هما من 600 اورو. بطبيعه الحال ماشي كلهم اللي استافدوا من هذاك البونص ديال 600 اورو والناس ديال بارتي ايفا واعمال حره استافدوا من ذاك البونص ديال 600 اورو ممكن انهم تما يستافدوا من هذا البونص ديال 1000 اورو. بطبيعه الحال ضروري انهم توفر فيهم هاد الشروط اللي ذكرنا اللي شفتو دابا معايا في الاول يعني خاصها تكون عندهم هاد المسائل هادي اللي تكلمت عليها وديك الساعه خاصهم عاود يدفعوا طلب من جديد للإيمس باش انهم يستافدوا من هاد الدعم هذا. هذا مكان غادي نشوفوا دابا شكون هما يعني الناس اللي غادي يتقصاو من هاد البونص ديال 1000 اورو. كما تشوفوا معايا كاينين الكوميرشانتي كاينين الارتيزاناني كاين اللابوراتوري ديال السبيتاكل والناس ديال الموسيقى ديال المسرح وما الى ذلك الناس اللي تيديروا هادشي ديال السبيتاكل كذلك الاوبرا العمال ديال لاكريكولي براتشانتي الناس ديال العمال ديال شي ديال الفلاحه اللي تخدموا بيديهم معروفين حتى هما يا كاين بروفيسيونيست يا اوتونومي كوم بارتيتا ايفا كي نون انو سوبيتو بيرديتي ماجوري او غوالي ال 33% كما قلت لكم يعني الناس اللي يعني هاد لي بروفيسيونيست وهاد الناس ديال بارتيتا ايفا ما يمكنش يستافدوا الا ما كانش يعني انهم يعني تعرضوا كما قلت لكم واحد لا بيرديت واحد الخساره ديال 33% في الفاكتورات ديالهم بالنسبه مقارنه يعني مع العام الفائت. غادي يجيبوا يعني المداخل اللي عندهم يعني في الشهر هذا ديال 2020 في هذا العام هذا سمحوا لي عفوا في هذا العام هذا ديال 2020 ولكن المداخل اللي تتخص فقط الشهر ديال مارس ديال ابريل اللي تعنيهم الامر هنا بزاف هاد الريلانس ديال الديكريت هذا وفي هاد البونص هذا ديال 1000 اورو. مارس وابريل المداخل ديالو ديال العام اللي فات ديال 2019 مع المداخل ديال هاد العام ديال 2020 يعني غيشوفوا يعني شحال يعني ديال الخساره تعرضتي لها. إلا كنتي تعرضتي لهاد 33 يعني تقريبا 33% ديال هاد الخسارة في هاد البيرديتا في هادشي ديال في الفاكتورات ديالك يعني تعرضتي لهاد لاصوم هذا ديال 33% راه ممكن أنك يعني تستافد من هاد البونص ما كاين حتى شي مشكل يعني هادشي اللي كاين كيما هو واضح هنايا. كوين دي زيمبيون كي نيغوسيو ومثلا هنا هما تيهضروا يعني اللي عنده باروكين مثلا حلاق وشي حاجه نو بوترا ريتشيفري 1000 اورو ما بوترا بينيفيتشاري ديال لي ايوتي افوندو بيردوس ولكن يقدر يستافد من دعم اخر ولكن 1000 اورو ما غاديش يحطوها ليه يقدر يستافد يعني من دعم ديال ايوتو فوندو بيردوتو كولورو ابيان اون كالو دي فاتوراتو دي اون تيرسو. بطبيعه الحال خص يكون توا يوضح يبين بانه راه تعرض توا لواحد يعني لواحد خسارة.
niente bonus oro neppure per i professionisti che non hanno subito un cadeli. Tennese, yani, i commercianti o i professionisti li matardus, يعني هذه الخساره ديال 33% بخصوص يعني هذا الوباء اللي كاين، ما تعرضوش هذه الخساره هذه بطبيعه الحال، حتى هما راه ما يمكنش انهم يستافدوا من هذا البونص. يعني المسائل واضحه، راه ما يمكنش تستافد من شي بونص الى ما متوفرش فيك الشروط اللي تيجي بهذاك الديكريتو. تتمنى ان كل شيء يكون يعني واضح. هنايا لقيت بزاف ديال الاخوان يقول لك انا بزاف تهضر على البونص، تهضر على البونص، الناس استافدوا، انت ما استفدتيش، الناس اخرين راهم استافدوا يعني من الدعم هذا. المهم انا هذه عليا هو انني نوصل يعني المعلومه للناس. بطبيعة الحال اللي متوفرة فيه الشروط راه غادي يتقدم بالطلب باش يعني يستافد من هذا البونص هذا. المهم الموقع راه كاين ديال ايبس، او الانسان يمشي للباتروناتو او دوك التشيتري ديال السيرفيسي يدفع الطلب ويتكلم معهم في هذه المسألة هذه باش يدفع الطلب ديالو للحصول على هذا البونص. نتمنى ان كل شيء يكون واضح في هذه الحلقه هذه. لجميع التساؤلات ديالكم خلوا التعليقات ديالكم وغادي نحاول ما امكن انني غادي نجاوب على جميع الاسئله. غادي نخلي كذلك واحد الرقم ان شاء الله ديال الواتساب، ماشي دابا، في الحلقات المقبله غادي نخلي واحد الرقم ديال الواتساب للاجابه على جميع التساؤلات ديالكم اللي تخص هذه المسائل هذه، ماشي فقط بالرشي ديال الريديتو ولكن كذلك مسائل ديال السناتوريا، جميع ما يتعلق باخبار وقضايا ايطاليا. فقط دعمونا بالاشتراكات وباللايكات، وإلى حلقة أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.